بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الهيستولوجي اوف لينفاتيك فاسكولار سيستم. طبعا الليمفاتيك فاسكولار سيستم ده اخر حاجه في الفاسكولار سيستم في موديول الكارديو فاسكولار سيستم. بعد الهيستولوجي بظهر هيستولوجي اوف بلاد فيزلز الارتريز والبلاد كابيلاريز والفينز، اخر جزء اللي هو هيستولوجي اوف لينفاتيك فاسكولار سيستم. الهيستولوجي اوف لينفاتيك فاسكولار سيستم ايه الكومبوننت بتاعته؟ ده ثلاث انواع من الفيزلز، الليمفاتيك كابيلاري والليمفاتيك فيزلز وبعدين الليمفاتيك دكت اللي هي الثوراسيك دكت. الفيزلز دي وظيفتها انها تجمع الليمف، الليمف اللي هو بيبقى عباره عن كومبوننت معين هنقولها دلوقتي. دي عباره عن رفلي من دلوقتي عباره عن اكسس فلود، عباره عن مواد معينه وفات سيلز، فات دروبلت وانتي بوديز وسيلز مش متشاله بالفينس سيستم. الايه الليمفاتيك سيستم هو اللي هيشيلها وهيرجعها تاني بلود ستريم زي ما الفينس سيستم بيرجع الان اكسجينيتد بلود للبلود ستريم. اول حاجه في الكومبوننت اللي هو الليمفاتيك كابيلاري. الليمفاتيك كابيلاري بتتميز بشويه حاجات مش موجوده في البلود كابيلاريز. طبعا الكلام ده موضوع اسئله ام سي كيو او ترو اند فولس. اول حاجه في الليمفاتيك كابيلاري انها نتورك اوف بلايند اندد انستموزنج تيوبس. بلايند اندد يعني في ناحيه منهم مقفول، ده معنى انها بلايند اندد. تبقى انستموزنج تيوب زي بلود كابيلاري انستموزنج برضو 5 ل 10 مايكرومتر اندد، بس نفتكر انها بلايند اند. بلايند اندد يعني مقفوله من ناحيه واحده، الكلام ده مش موجود في بلود كابيلاري. عباره عن ايه؟ عباره عن وان لاير اوف اندوثيليال سيلز وعندها ديسكونتينيوس بيزال لامينا. طبعا عمرها ما تبقى كونتينيوس بيزال لامينا عشان ايه؟ احنا محتاجين يبقى ايه تقدر يحصل تكولكت الاكسترا سيلر فلويد، فلازم تبقى ديسكونتينيوس بيزال لامينا. ايه تاني كاركترستيك في الليمفاتيك كابيلاري؟ ان عندها حاجه اسمها انكورنج فيلمنت. ايه الانكورنج فيلمنت؟ دي عباره عن فيلمنت بتشد ماسكه في الديسكونتينيوس او انكومبليت بيزال لامينا دي وشداها ماسكاها في التشو اللي حواليها، كونكت التشو اللي حواليها. ليه؟ عشان تمنتين البيتنسي بتاع البلود فيسل، تحافظ على ان الليمفاتيك كابيلاري بانها مفتوحه في اوقات لو التشو البريشر اللي حواليها زاد بقى بإديما، زاد بقى وات ايفر ذا كوز. لما التشو اللي حواليها البريشر بتاعه يزيد ما ياثرش على ايه البيتنسي بتاع الليمفاتيك كابيلاري. الانكورنج فيلمنت دي برضو تاني حاجه كاركترستيك في الليمفاتيك كابيلاري. الليمفاتيك كابيلاري مش موجوده في السي ان اس ولا في البون مارو ولا في اللون. ادي شكل دايجرام الليمفاتيك كابيلاري اهي، ادي ده الارتري وده البلود كاب، ادي البلود كابيلاري وادي الايه الفينس سايد اهي والفينيول رجع. في اجزاء من الاكسترا سيلر فلويد زياده الفينس سيستم ما شالهاش، هيشيلها مين؟ هيشيلها الليمفاتيك باسكولار سيستم. الليمفاتيك كابيلاري اول جزء من الليمفاتيك باسكولار سيستم، واضح هنا ان هو ايه بلايند اندد اهي، مقفوله من ناحيه واحده، هتاخد الاكسترا سيلر فلويد تجمعهم وبعدين ايه تصب في ايه في الليمفاتيك داكت اللي هيصب تاني فيه يرجع للبلود ستريم. طيب دي دايجرام للليمفاتيك كابيلاري، ادي عباره عن اندوثيليال سيل وادي باين هنا مين الانكورنج فيلمنت وادي ايه الديسكونتينيوس ليزر لامينا، في ديسكونتينيوس ليزر لامينا حواليه. دي صوره للليمفاتيك كابيلاري موجوده في الفيلاي وفي سمول انتستين، هيتاخد في موديول الجي اي تي ان شاء الله. الليمفاتيك كابيلاري بتاع الفيلاي في سمول انتستين بيبقى له اسم خاص بيه اسمه لاكتيال، اسمه لاكتيال، وده بيبقى له وظيفه مهمه وهتتقال في وقتها، بس نعرف ان الفيلاي في سمول انتستين في الكور بتاعها في الليمفاتيك كابيلاري مشهور اسمه لاكتيال. طبعا السهم ده بيشاور على الاندوثيليال سيلز اللي بتلاين اللاكتيال اللي هي الليمفاتيك كابيلاري اللي موجوده في الفيلاي وفي سمول انتستين. حرف ال ده بيرمز لللمف اللي هو بريزنت جوه الايه اللاكتيال الليمفاتيك فيزل. اللاكتيال هو الليمفاتيك كابيلاري. طيب بعد كده بعد الليمفاتيك كابيلاري هيسلم بعد كده الايه اللارجر فيسل اللي هو ايه وتاني كومبوننت من الليمفاتيك فاسكولار سيستم اللي هو الليمفاتيك فيزل. الليمفاتيك فيزلز دي بقى عباره عن ايه؟ يقول لك الليمف بعد كده هيمشي في اللارج ليمفاتيك فيزلز، وبعد كده هيخش الليمفويد اورجانز، هي سكندري بقى الليمفويد اورجانز الليمف نود، هيخش في السبلين تو بي فلترت عشان يتفلتر. انا شايله حاجات
ويست فيها ايه سيلز وويست برودكت هتتفلتر فين؟ في الليمفود اورجان الاول، وكمان نيو ليمفوسايتس هتنضاف في الليمف. سو الليمف اللي هيبقى ماشي في الليمفاتيك فيزلز هيبقى عباره عن بلاد بروتينز وانتي بوديز وليمفوسايتس وفات دروبليت. والفات دروبليت دي مهمه برضو جدا لانها تدي الليمف الميلكي كلر، اللون الابيض بتاع الليمف. الليمفاتيك فيزلز دي بقى الاستراكشر بتاعها هيبقى اكبر شويه من الكابيلاري، ويبقى شبه شويه الاستراكشر بتاع السمول فيز. لها عمل ازاي؟ بيبقى تونيكا انتيما وميديا وادفنتيشا. تونيكا انتيما دي بتكونتين اندوثيليال سيلز بوسيسز فالفس تو الاو اني دايركشنال فلو اوف ليم. عندها فالف برضه عشان تالاو ايه، تسمح اليوني دايركشنال فلو اوف ليم في ليم في اتجاه واحد اللي هو في اتجاه ايه البلاد ستريم. تونيكا ميديا ده بيبقى عباره عن سين سيركلر سموز مصل وفي شويه الاستيك فايبر، سموز مصل بس الليمفاتيك فيزلز معاها شويه الاستيك فايبر. وبعدين التونيك ادفنتيشا هنا بتبقى سيك تخينه وبيبقى ايه عباره عن كونكتيف تيشو وكولاجين والاستيك فايبر. الدياجرام ده ملخص الليمفاتيك سيستم. ادي الليمفاتيك كابيلاري اهي واخده الفلويد والماكرومولكيول والاميون سيلز، و تاني كومبوننت اهي ادي الليمفاتيك كابيلاري اهي البلايند اندد، وبعد كده مسلمه الليمفاتيك فيزلز، وادي الليمف نود او الليمفويد اورجانز اللي داخله فيها الافرنت ليمفاتيك فيزلز، وبعدين ادي الافرنت ليمفاتيك فيزلز، وبعدين اخر حاجه خالص بقى الايه الثراسيك دكت اللي هقولها دلوقتي اللي هتدخل بعد كده فين تفتح في البلود ستريم. يبقى كده ايه انتهى البصمه بتاع الليمفاتيك فاسكولار سيستم. الليمفاتيك داكت او الثراسيك داكت دي اخر كومبوننت من الليمفاتيك فاسكولار سيستم. ده الليمف بعد كده بيتجمع بيروح للثراسيك داكت، وبعد كده الثراسيك داكت بتفتح في الايه في الفينز في البلاد ستريم. عباره عن ايه الليمفاتيك داكت دي؟ ثلاثه كومبوننت انتيما وميديا وادفنتيشا. برضو هنا الانتيما بتبقى اندوثيليوم كونكتيف تيشو والاستيك لامينا، وبعدين الميديا بتبقى سيك ميكسد لونجتيودنال اند سيركلر سموز ماسل، وبعدين الادفنتيشا بتبقى بولي ديفيلت. Again this is the picture. إذا السمري بتاع الليمفاتيك فاسكولار سيستم، ادي الليمفاتيك كابيلاري، ادي الليمفاتيك فيزل اهو، وادي الفالف بتاعها، ادي الاندوثيليال سيلز بتاعتها، وادي السموز ماسل لاير السيركلر اللي موجوده في الليمفاتيك فيزل، وبعدين اخر حاجه عندي دي الثوراسيك دكت اللي فاتحه في الايه في الفينز، تخش بعد كده ايه كمل في البلود ستريم. ثانك يو.